لم يفوت هؤلاء النشطاء فرصة الاستماع إلى خطاب الرئيس الأسد. حضر الكهل مثلما حضر الشاب والطفل، وتابعوا كيف ضج المبنى بتصفيقات الحاضرين، كما تفاعلوا باهتمام مع الأسد وهو يفصل رؤيته للحل على الصعيد السياسي وعلى المستوى الاجتماعي والأمني. الرئيس بشار الأسد أطنب في خطابه في تعداد ما وصف بالمزايا والخدمات التي يقدمها الجيش النظامي في دفاعه عن المدنيين، لكن هذا الدمار هو لمساكن مدنيين قصفتهم طائرة قبل 4 أيام من إلقاء خطاب الرئيس، فتسبب في مقتل 9 أشخاص على الأقل. فما رد السكان على ما سمعوه من بشار الأسد؟ محمود فقد عددا من أقاربه في الغارة التي استهدفت أحد أحياء بلدة حيان في ريف حلب. هاي الحرية، هاي المدارس، هاد دم يا بشار، هاد دم يا لارجاني، هاد دم يا خميني، هاد دم يا ظلام، هاد دم يا جيش العربي السوري. تركنا محمود وتوجهنا إلى أحد الحواجز التي يسيطر عليها مقاتلون من المعارضة المسلحة. هنا يقود خير مجموعة من عناصر الجيش الحر، من قبل كان مقاولا له أعماله وشركاته، لكن كل ذلك تلاشى مع دخان الحرب. سألناه إن كان مستعدا للقبول برؤية الأسد للحل السياسي. بعد كل المسائف اللي قطعناها وبعد الشوط اللي قطعناه، يعني من المستعد يسلم سلاحه؟ هو خاين للبلد، وخاين لكل الشعب السوري. نحن ما بنرمي سلاحنا إلا ما نطلع على قصره ونقتله، هذاك الوقت نرمي سلاحنا. ويبدو أن رؤية الرئيس الأسد لن تجد آذاناً صاغية، وأن طريق الاحتراب هو السالك حالياً. عبد الرحيم الفارسي، سكينيوز عربية، ريف حلب.